الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتور شعب عبد الرحمن، الله سبحانه وتعالى هاكو بركيو مركز العلوم دار العلوم الله سبحانه وتعالى وحن كبر لنا دار مرحبا سائقا عمتني مرحا كرد دوما يا ايوه كسو بحان كنتين اوه مغضان اوه كسو بحان حنا دي انك يوم هذا علينا يا تذلك يجهدك إذن كم مغضى وحن الله سبحانه وتعالى إذن كبر يا إن الله سبحانه وتعالى إذن كبر يا جهدك إني تذلك إنا انت كذب وحن شعلا هاي شيء وقفكو دعانتكو هايو أما عنايو هذا هو عنا ددن كأولي هذا هو ددن عام كهيستو حيمان يسأل وحب لن كعون هذا هو ددن بدن كهينين إنه دربة إسكدا يا حيمان يسا هذا نسيك لو بيجنو وحد قوانا يسو دلال كات كوب بحنا يسو حكينا يضم تعد كلا ذا ضم تعد كلا ذا هاي وحد ربطينا كوب قعدو أياكو كل فكرينا آد وجود دلاشو هنا أمريكا دين تينا ودين دين أول بكا غفل دين أول بوي كغفل أنت دتك قاركو الحين مودان دين المساجد إيو ماشى وحبر الشظا إيو كلي أولا نما إيو أنت أسوأ كلي أنكو قابن لكن دين تنوى موسوعة نرشع أردن إلهي سبحانه وتعالى وغوطها لقلي بل آخرية الدين بقفك إن الكفر لا تإلهي سبحانه وتعالى وغوطها لقلي حيوبا أنت مركا إنا تفهن دارات ويارته وحيرائي كاقفل أنت هاي أتفهنته سبحانه ومركا دور آيضات وقرآن أما كلمات قرآنية هي فوائد كتيرته بل إنا نفسي هي نفتي نبكو براروش كو diintana marka ka hadlayno kitaabka quraanka ugu sareeya marka kitaabka quraanka mar hadaad ka qaadato inta kala oo dhana taamba ku raacsantaa wadaan ku raacsantaa diintana marka qofka binaaadanka ah rizqiga uu ku noqdo xanuun soo gaara mushkiladka uu yimaada waxa soo dhan maxaa uu keenaa waxa uu keenaa dunuub iyo macaasi uu galay macaasida uu galay sidoo isaga dhaqilahay diintu ku baraysa marka saa isaga dhaqilahay oo nadiif u noqon lahayd ku baraysa marka macaasida iska dhaqdo oo aad dambigii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhaafo waxa ka dhalanaysa Rabbi subhanahu wa ta'ala inuu cadawga ka badbaadiyo oo qof la ilaashanayo la xifdinayo aad noqoto marka cadawga laga badbaadiyo waxa ka dhalanaysa in wadada saxda ah ee adduunkaaga iyo aakhiradaada sax u ah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuu toosiyo markii wadada saxda ah lagu toosiyo waxa ka dhalanaysa in aad hesho nolol baad u baahan tahay maal baad u baahan tahay reer baad u baahan tahay wehel baad u baahan tahay wixii oo dhan markaa inaad hesho ka dhalanaysa qof marka stable oo degan oo isku filan inaad noqoto bal afarta qodob oo hal qisa oo quraanka kamid isugu timid oo hal rasuul ah oo Allah subhanahu wa ta'ala uu soo diray dhibaatooyin la soo darsay ka dhalatay ayaa waxaan jeeray naftiina inaan ku baraarujiyo waa nabiyullaahi muuse fi suurati alqasas intaynaan qisada dhex gelin waxaad ogtihiin nabiyullaahi muuse xilligii uu dhalanayay waxay ahayd xilli uu ku xukumay in la dilo la gowraco fir'aawn reer Israa'iil uu ku xukumay gurashooda inuu gowraco gabdhahoodana adoonsado markay yaraadeen oo shaqaalihii ku yaraaday baa la yeeshay sanad nada sanada gowrac sanadkii la yahay la daayay Harun baa dhashay sida la sheego sanadkii la rabay in la gowracana Nabiyullaahi Muuse dhashay Nabiyullaahi Muuse Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku badbaadiyay afar gabdhood iyo hal nina kuwa ahay
أفر قبضات يهل نير بساو وعينو بدبادو كو كيف واها قبضة كو تاعي يا هو يدي بيهاي طلباتنا ولاش تصدحاتنا يا سلانتي فرعون تافرادنا أما شن قبل بس كده لو دير مش عايز بحاول يومي تقول سري نين كورك يا وها يا ما ينبيلا شعاي مرك هو بدأ يسوي لا تخاف نجوت من القوم الظالمين بوتاجنا لكن نيكا كلكم وها جاء رجل من أقصى المدينة نيكي سوق يلاقي أي إن الملأ يأتمرون بك أن يقتلوه وحي الدولة دي وحي يقول آمسي إنه قتلوه يعرف نقاسوا أها إنت هسا بدباديسي إنت مركي بدباديسي عرر كان إيهوشا وإنت أنا دال المركي دال الشديسي أي قبلها سكسوا بدباديين قيبتا ضمبئ القصة وكيسوا مال إنسوا قلي مقالة نين قبضي نين هيربان إسرائيل ودير رأي ويميد أنا كيف دعوة فهاري؟ نكامو سربين نوديلو. حقدر ونكو ديره ما هين نوديلو. قرشا وهم يشرين. مركو ديره أنا كي تو فهاري دنتاي. هذا عاي. دنبي وقالي سوما. مركو هاي الدين تنو هكبار إسحاق دنبي وقال دكان إيسو. وقا سكان نديفين إيسو. هذا من عمل الشيطان. إنه عدو مضل مبين. أرين تنا نسميه. وعمل الشيطان شيطان كنا وعدو ضدك بعديا بعد أنت وبعدين أنا عدى مركز طوبتك أنا ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي الله سبحانه وتعالى رأوت شباب محيري فغفر له إنه هو الغفور الرحيم الله سبحانه وتعالى وعود عفاي مركز اللودن بدعفاي نمشو قلعي سو دو مشهد كوچر هذا نين كي نين كوا يصدر رأي واقع أركاي نين كي باتشار توصي وإذا تريد أن تقتل نفسا كما قتلت تريد أن تقتل كما قتلت نفسا بالأمس واحد دوري ساس شال النف ودي شيء ما أنت نين ودي شو نحوش يا شال نين كي للدليل وسوي دليل نين كنا والله جرنا لا كده نوا نين كي سوق إلى جي كوري ورني والودي رأي عار مركو بحسن أي محيري ربي نجوت ربي نجني من القوم الظالمين ربي يو يجبد بادي مركو بحي فخرج منها خائفا يترقب مركو بحي عرّي مقالة دي كبحي أيوحي ربي نجني من القوم الظالمين إلهي يجبد بادي قرارا ظالمين تاه وكبد بادي إنو كبد بادي محايا نتوصايا ولما توجه تلقاء بأينا توصايا وكان سوى بحصاده حاجة مدين وشيء سديبا أو مجال ذي كبحي مركب الله ما قبلنا هو بحصاده سوما ثانا والله يا أقبلي وركي سيدا سبحانه وتعالى وكا أقبلي مركب كبحصاده عدو وياه دافعي أيها الحوس وبحصاده إنه مدين هذا لكن مدين ما يقان ملك تعالى حقيقة قرنا إنه سنقولن ولما توجه تلقاء مدين حاجة مدين مركو هذا لكن مدين ما ضد الله مره ما يقانه ما كان إله سبحانه وتعالى وبريء ومحيري عسى ربي أن يهديني سواء السبيل الله سبحانه وتعالى مضن إنه يقول هذا الشيء وضد توبيه سحرة الله كأقبل محنك دعنا ولما ورد ماء مدين وابك يسوع مدين تحت أجمع مدين ولا قاعد بهايو أيه سود حستاجي مركو مدين صوغ له عيش اللي قاعد بهايو الله وقف ده وروح أركع أريه ريسة مراتان تذودان أيوة عركي كيفنا والله اللي قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير إلا ذاتك الحول ليد أي فلان أرقى موراب سنو أبهن أنا وأدوق أرقى موارابين كريو كد من أرقى بأورابيي أرقى مركو أورابيي ما هيستنين قاس واني سود داري وقات شايسن وعادو كسو بحصدي ومالو السعودة أنقرنينين ومالو السعودة ييمت
وأنا هبرير إيدي طول منك سهرينين وأنا وحدك جرانينين ماشي وسعودي نواي ما دوم مدين واتش وقع محو سمي تولى إلى الذل جيت ويسكي بيستاقي ما كان إله سبحانه وتعالى أبو بري بعيري رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إلى يوم ما أنت روحي خير هذه سيسا وأوباهنا هاي في فعل تعقيب كلا صعوتا ما هذا عيب حقه حقا وإسلام مركبة سوما وقت بك مش سوريين با إسلام مركبة الله بدي قبل ذلك أرجو أول هابيي إسوا قيت كي وستا يقول إلهي بري هيا ميد باتي ميد سلو أماني فيري تمشي على استحياء يدو حشوت صعونيسا كدو نحوشك تأبيد إنو إيالا هيو وحو أكرر يريتان كان وحوشك تيو suusan ugu maleeynaa in wax loo raacanayo ilaa ninka waa nin baygagsan oo cabsanaya oo soo dhibaatooday waxay tiri wuxuu doonayaa inuu ka abaalmariyo wixii aad noo samaysay ariga aad noo waraabisay uu doonayaa inuu ka abaalmariyo ujro ku sii doonayaa markuu u tagay ee uga waramay xaaladdiisa maxaa loo qadimay soo kumuusan bariyin markii hore rabbi najini min alqawmi adh-dhaalimiin haddana maxaa shacabina muxuu ugu jawaabay لا تخف نجوت من القوم الظالمين ها عبسنن قولوا الظالمين تا فرعون هل كان كما تريو منا أولين وكوهي ما دي قرية دي سبات كسوا بحضي انتو حكومي ها ها كباقين بالغول ها ها كباقين هل كان محوها لي أمان لما محوها لي أجرى لسين ربا لكن أجرى دي ولا مسينين انتان أضيه كل واقين قبله مدود بحضا شايبا يا عبد استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين أبو نين كان يجلس يديني نوش قاله نين كان نوش قاله سوف كوش قاله إنسان واحد تاعي ونين أود له آمنة أود نواري هاي آمن نواري واي قوة العقل قوة العلم قوة الجسم قوة الأمانة قوة إلهي سبحانه وتعالى قوسي ونين قوي عدنا أول مرة قوي نمدو مدن ومرقاها كلي أما مركي وانين قوي قوي أمين الله لا أعرف وقفك إلهي وكل مية وحوين با إلهي وكل مية القوة والأمانة لكن وحال يا أنت بضان قفك آمن بو ضعيف قفك ضعيف كونا وآمن بالي يا هذا ستتك عادي أمرك لغير يا أبو سالحين تي أنبياء يا دتك خاص أمرك لغير يا أبو لكن برشي وسوي بضان تاعي ويا دتك حولا يا قوة جسمي يا ولبا دتك ينقض الماء وحكوب ما تجي على غيابة على أي حال وحنا هذا يدين الله لا يرفع علمات ينو دع العروس دع العلماء باش فرديا مركو علم جينا وتجرنا إنسان واشتس نقاط وتصالم أنا دين تين فايدة إلا هاي نكو حلا يسوع دراي عبسيد وكبه هاي أمام بهلا كو الله با علو هاي وهل بهلا يا أضيع مركو جواب الحكم يري إني أريد أن أنكعك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندي هل كان محوها لي كونتركتي سيديت سنة طبان سنة لأيو فرانتها وهدور بخيار كيسو كو قارسين كرايو طبان سنة هذا كونتركتي على ما بحيبا دولة ده إيو كونتركتي طبان سنة إنا كو صحيحان وات صحيحان شقة شوكتا وحنا إيو يقانان دولة ده شقة شقة شوكتا ما وحسي حامتشرو حدنا شقة محالة يلي إيه شقة ماها waa shaqadan qabso biilkan ayadaad ka helaysaa meesha lafteedaad biil ka helaysaa marka waa nin noloshiisii oo dhan la kafaalo qaaday oo shaqana la siiyay waa marka wuxuu soo galay meel barwaaqa oo amni ah oo xaaskiisii oo gabadhi gabdhaha ugu qurux badnayd oo ugu fiicnayd reerkii reeraha ugu fiicnaa noloshii nolosha ugu fiicnayd isagoo qaxooti ah oo qax ah ay ka daba dhacayso muxuu ku helay rabbi subxaana wa tacaala baa isku xidhay marka haddaad doonayso in badan waxa dhacda waxaan kelimada u soo qaadanayaa dhalinyarada markay wax baranayaan udhi shan sanana waxaan baranay diinta kadibna waan shaqaysan doonaa marka kadib waan shaqaysan doonaa oo shaqadiisu adigan ku jira shaqadan aad ku jirto waa risqi meeshi ugu fiicnayd ee aad heli lahayd weye meeshaad risqi ka helaa ugu fiicnayd weye uguna dhaweyd weye uguna dhaweyd weye waxaan ku soo gabagabeynayaa keliya markaad qur'aanka iyo axaadiista dib u dhuuxaan
ayaa waxa arkaysan nolosha aad ku jirtaan qiimaha ila waxa laga yaba qaar badan inay yiraahdaan boodin baan ku jira madrasaan ku jira nolol adag baan ku jira markaan ka baxo aan halkan sa waan shaqeysan doona markaasan xoolo heli doona markaasan guursan doona markaasan kan sameyn doona war meesha aad ka hoodmi lahaydeen ee aakhiriga adduun baad ku liibaani lahaydeen waata waata nasriga waa dhex fadhidaan dadku hadday ogaan lahayn waxa haysataan waa la idinka xoog badan yahay inta albaabada la idinka soo daato la idin saara la idinka qaadan laa wax haysataan maasa meeshan la fadhiisan laa la dhilaa hal kitaab ma dhageysanaysaan baa la idin caydin laa laakiin dadkii waa fahansanayn dadkii waa fahansanayn waayo qur-aanka waxaa laga helaa iyo diinteenna hal kelima waaxida oo shan mushkula xalinaysa xagee laga helaa meel kale kelimadii kelimada aad tiriba waxaad ku xalinay shan mushkula oo waaweyn oo qawaacid ah بل آيات آخرى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وشن ما يا حال وحلي يا إنا لله وإنا إليه راجعون إنه قرما نحن مركي قف دنتو ورياها وبعد انت إنا لله وإنا إليه راجعون ورما هكي بل آيات أفرسو ولنبلونكم بشيء من الخوف هذا عبسطو عبسي هذا درانتو إنا لله وإنا إليه راجعون من الخوف والجوع هذا قاعد شوتو إن لله ولي أنت قاعد شوتو إن لله وإنا إليه راجعون ما تري إن لله وإنا إليه راجعون والخوف والجوع ونقص من الأموال حول يران والأنفس جيردة إهلك يا أصحاب تيو مركي كوا أرتين باش كوسو لدوانيس إن لله وإنا إليه راجعون والثمرات وحال وحلي صبرك ترجم كي سي وحال لو غرت قفكه صابرك ما هي تاي انو يراد ان الله وان الى راجعون يبا فعليا انا واتي دعداي ام سلمى مركي النبي عليه الصلاه والسلام غورسن يا ام سلمى او كدنتي واتي يدو غريغيده جوغو او خور اسك جاهانيس النبي عليه الصلاه والسلام او ييميد كدبنا كو يدان كو غورسدو مركي كلمه اتري الى هنا واخ خير بدن او النبي محمد الى يغو بدلي مركي وحا نفتي دي نفتينا وكلا دردارميا barwaaqada aad haysataan garta diintiina dhuuxa tadbiiqiya dhaqan ka dhigta ilaahay subxaanahu watacaalaana ugu shukriya nicmada aad haysataan ha isu malaynina dad adduunkii laga soo xiriiray inaad tihiine dad adduunkii aakharadiiba loo soo xiriiro loo soo xareeyey baa tihiin ee dad laga soo xareeyey ma tihiin wajasaakum allahu khayra subxaanaka allahuma rabbana bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk maashaa allah jazaakum allahu khayr waxa weeye cuntada waxay u baahan tahay koosaar soo ma cunto kaafa ma cuni karta yaabis culummada noo imaanaysa waa koosaarta towjiiha wacdiga wacyigelinta caqli celinta xikmada faa'iidada waxa weeyaan waa wixii aan haysanay ina sii koosaaraysa hadalladaa sheekha أنت جزاء الله خير ما ظل هذا قيم بضم بهاين وحكمة هذا فر بضم وفائدة بضم وهذا الكوبن وقابن وهذانا فائدة بضم مركا حالينا الشيخ جزاه الله خيرا الله بارك إن شاء الله تعالى زيارة المدك وبدنا قند أنت مر لبادي مر سد عاد مر فرب وانو إمام أنت سو زيارة أنت أصحاب تنوائس براتين شيخ خاص adwaad barateen kelimadiisana dee ogni jeediyena waxaa la rabaa inaad goos dambeedka aad gelisaan diin iyo dunyo iyo nolol iyo horumar iyo mustaqbal iyo waxa doonoo dhanba hagee ku jirtaa ya gacantaada ku jirtaa waa haysataa maanta soo ma alxamdulilah dhaano ilaah nagu sugnaan dhaano sabir alla imaano beertaad abuurteenna mirihiisii aka degdegina soo sugta ma ya midhaheedi maalinta yowmal xasaad in sha allahu tacaala marka khayr allah siiyo sheekha waxaan leenahay kelimadiisaas ku filan hadalka loogu baahnaa